وهنا أذكر فكرة وتعليق المفكر الجزائري العظيم مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه، هذا العبقري الكبير الذي يعني انتفع بفكره لكن لم يدرس إلى الآن الدراسة التي يستحقها. رجل لديه أنظار دقيقة جدا جدا وذكية حقيقة في كتابه تأملات، وكتبه كلها نافعة. أنا أنصح الشباب بالذات أن يقرأوا هذا الرجل رحمة الله عليه، وهو عميق جدا ومكثف، مكثف كتبه صغيرة لكن مكثفة جدا. في تأملات يقول الفرق بين العربي أو المسلم حين يأتي إلى الغرب وبين الياباني حين يأتي إلى الغرب. الياباني نجح ونجحت به بلاده، العربي فشل ويكرس الفشل. لماذا؟ قال العربي يأتي بعقلية الزبون، يريد أن يشتري، بفاوض، هذه أحلى وهذه أجمل وهذه أكبر وهذه أرخص، زبون زبون، هو يشتري فقط، يظن أن الحضارة تشترى. الحضارة لا تشترى ولا تستنسخ أيها الإخوة. إلى الآن هو إيه؟ بعقلية إيه؟ الزبون، يقول مالك بن نبي. أما الياباني فجاء وتحرك ونشط وفعل بعقلية التلميذ، تلميذ يريد أن يتعلم، يفكر كما يفكر هذا الغربي لكي يصنع كما يصنع ويبدع كما أبدع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.